للمزيد من التحليل معي مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. رائد أهلا وسهلا بك. بعد تصريحات نائب محافظ البنك المركزي الياباني، برأيك ما هي تقديرات السوق الآن لاحتمالية رفع الفائدة مرة أخرى هذا العام في اليابان؟ بالتأكيد يعني ما حدث من رفع أصلا في المركزي الياباني ب 15 نقطة أساس وإيصاله إلى 25 نقطة أساس كان له وقع كبير جدا في السوق الياباني، ويعني أغلق الباب بشكل كبير جدا على الكاري تريد اللي كانت عم بتكون ما بين اليابان، أو قلل من فرص النجاح بشكل كبير جدا بالنسبة للمحافظ الاستثمارية والمستثمرين. ما يحدث فعليا أو حتى البنوك والمؤسسات المالية، ما يحدث أنه إذا كان في عندي تخليص رفع إضافي في أسعار الفائدة في اليابان فسوف يكون الضرر أكبر على مستويات التضخم في اليابان، وربما يعني سوف يكون هناك نتائج سلبية على الاقتصاد داخليا لا يحمد عقباها، وهذا لا يريده حقيقة صناع السياسة النقدية في اليابان. تحقيق التوازن والاستقرار في سعر الصرف الين الياباني وعودته نوعا ما للتراجع أو مستويات أقل من تلك التي كان قد وصل، نحن جاوزنا 160 للزوج دولار ين ياباني، الآن العودة مرة أخرى الممنهجة بالنسبة للمركز الياباني، إضافة إلى أنه الأنظار تتجه إلى أنه الفيدرالي الأمريكي سيقوم أو متجه إلى أسعار فائدة أقل، وهذا يقلل حقيقة من الضغط على صناع السياسة النقدية في اليابان للتوجه نحو أي خلينا نقول رفع إضافي قد لا يكون مبررا بشكل كافي بالنسبة لليابان. رائد، هذا الموضوع كان العوامل الأساسية اللي أدت إلى الهلع اللي شفناه في الأسواق، وخاصة الأنوايندينج تبع الكاري تريدز. بالتالي هل انتهينا من هذا العامل أم هناك مجالات للمزيد من التذبذبات العنيفة في الأسواق؟ ما رأيك؟ هو احد العوامل خلينا نقول كان رئيسيه اللي هو انوايندينج الكاري تريد اللي كانت عم تستغل اسعار فائده منخفضه في اليابان وتلك المرتفعه او العوائد المرتفعه التي يعد فيها اصول اخرى مثل الموجوده في الولايات المتحده الامريكيه. عمليه الانوايندينج هي سحبت سيوله بشكل كبير جدا من اسواق الاسهم، شفنا في تراجعات قويه جدا من اسواق التكنولوجيا، ولكن نضيف لها كانت عندنا اسباب ثانيه مثل ما هي الاعلانات الارباح مخيب الأمال. كان في عندي أكثر من عامل سبب ضغط كبير على الأسواق إجمالا وسبب هذا التراجع الكبير. هل سينتهي هذا السيناريو أو هل الأنوايندينج ممكن يستمر بتعديلات كبيرة؟ إذا لم يحدث تعديلات إضافية أو عادة سعر الصرف للارتفاع بشكل كبير جدا مع انخفاض احتماليات أن يكون في عندنا أي توجه لتخليص أسعار الفائدة وفق تصريحات متوقعة أو مرتقبة من صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية، ربما ذلك قد يؤجج مرة أخرى التوجه نحو العمليات خلينا نقول توتر أو تذبذب أكبر في الأسواق، ولكن هذا يتطلب أن يكون في عندي بيانات اقتصادية، يتطلب أن يكون في عندي تصريحات جديدة أو حركات مفاجئة حتى الآن غير موجودة على الأرض. يبقى العوامل الأخرى، إعلانات الأرباح، الـ AI المخيب للآمال حتى الآن بالنسبة للمستثمرين كعوائد، إضافة إلى مجموعة من القرارات المرتقبة أو الديتا المرتقبة من الولايات المتحدة الأمريكية اللي ممكن أنه هي تؤثر أو تخلق نوع من الفولاتيليتي أو عدم توجه الفيدرالي إلى رفع تقليص لأسعار الفائدة قريب في سبتمبر، سوف يؤجج بلا شك تذبذب حاد في الأسواق ويعني مخاوف. هيبة أمل بالأسواق لأنه حتى هي كانت عم بتحتسب إمكانية تدخل قبل سبتمبر. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. شكرا لك.